اسمي جيت من الجزائر، عمري 23 سنة، عندي 4 أولاد، ساكنين بالمخيم برج البراجنة بلبنان. صار لي 2 سنين بلبنان، تنقلت شي 15 مرة، تقريبا 15 مرة. بصراحة العيشة بلبنان كتير صعبة، وما عم أقدر لا أدبر وضعي ولا أدبر، يعني عم أطلع من بيت لبيت، عم تنقل من بيت لبيت لأنه ما عندي إيجار. نحن قبل ما نطلع على سوريا جوزي إجا يشتغل، لأنه الوضع كتير دهور بسوريا. إجا يشتغل بلبنان هو وخيي، أخذوا من الحدود الأمن السوري، وصل 3 سنوات كنا بنسمع أنه مفقود، لحتى ما عرفنا أنه هو بسجن غرز بدرعة عن طريق ناس بالشام، ومن شي 6 شهور قتلوه وزتوه برات السجن، دفنوه هن وعرضوا مقطع على اليوتيوب حاطين اسمه الثلاثي وحاطين كيف دفنوه كيف غسلوه هيك. ولهلا يعني الوضع كتير مكركب، الاولاد شافوا ابوهم انه متوفي بالفيديو، وكتير وضع حالته النفسيه كتير متدهور. حموده من وقت ما اجى معه فتحه صحائيه بالعمود الفقري، مساويت له صحايا، اي التهاب جسمه بيصير معه صحايا، ومعه شلال وحاطين له شنطه براسه، مشان الشنطه حاطينها كمان الاستسقاء لانه راسه بيصير يكبر لأي التهاب بالجسم. بصراحة لا، أنا من جيت على لبنان كتير عم بتعذب بعلاجه، عم أخذه على مستشفى، ما عندي، سوينا له عملية بمستشفى الحريري ب$2000 عن طريق الأمم، وبصعوبة حتى سوينا له عملية، كان بده يموت حتى سوينا له عملية، وهلأ معه ربو، وأخذناه كم مرة على المستشفى ما عم يدخلوهم لأنه ما عنا ندفع الربع اللي نحن بنشيله، الأمم بتشيل 3/4، نحن بنشيل ربع، ما عنا المصاري موجودة، وما عم اقدر لا عاجه ولا عم بقدر اساوي له شيء، بده علاج الولد وعم بيلتهب، كل ما زاله الوضع الأسوأ. بصراحة أنا كتير عانيت من أهلي، أنا أول ما جيت كنت ساكنة أنا وخيي، خيي الكبير جابني لهون، ساكنة أنا وخيي ومرته وأمي، الصغار كتير مع بعض كتيرين وبيتخانقوا وهيك، فما بقى يتحملوا انه يتحملوا قدره 4 أولاد، هن ما عندهم مصروف لحتى يصرفوا على اولادهم لحتى يصرفوا على اولادي. هربت على جامع ذو النورين، ضليت ساكنه عند الشيخ اسامه شهاب، وانا بالجامع بيجوا بيتعرضوني، بيقولوا ما بيصير انت ساكنه بجامع وهيك، وكانوا بيحاولوا يضربوني. رجعت طلعت على صبره كمان، ما خلصت منهم، ساووا لي مشاكل بصبره، وضربني جوز اختي وحكوا علي وضربني اخي. كثير كثير قاسيت منهم، ولهلا انا ما فيني اذا بشوفه بالشارع بخاف منه، انه بخاف لا يضربني، انه عندهم القتل عادي، يعني هن بدهم يزوجوني بيقولوا احسن، المره ما بيصير تضل من غير رجال. بصراحه انا هلا ناطره السفر على احد من الجمر، ابني كثير عم انه بده علاج وما عم اقدر اعالجه، وبدنا نسافر على دوله بيعالجوا لي الاولاد وبيدرسوهم، انه حتى دراستي هون الاولاد بيضلوا بيبكوا، ما عم يقدروا لا عم اقدر سجلهم بالمدرسه لفيهم يدرسوا. الحل الوحيد اني اسافر.